وللحديث عن الفساد في العراق وفشل السلطات الحكومية بمكافحته توازيا مع توقيعه اتفاقية مع فرنسا لمكافحة الفساد الإداري والمالي، معنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. حياكم الله أستاذ كامل. أستاذ كامل، هل تسمعني؟ سمعك واضح. نعم أستاذ كامل، يعني بداية، السوداني كما تعلم يوقع مع فرنسا اتفاقية لمكافحة الفساد الإداري والمالي. أي أهمية تكمن في هذه الاتفاقية، وهل لدى السوداني أساسا نية حقيقية لمكافحة الفساد؟ يعني النية موجودة، ولكن هذه أعمال مسرحية قراقوزية، مثلها مثل وقوفه بكومة من الدنانير العراقية بالمشهد الفكاهي اللي قدمه. هو يحاول أن يقدم نفسه أنه هو ساعي لمكافحة الفساد، وهو الداري العالم بمفاصل الفساد كلها مرتبطة بالماكينة القضائية الفاسدة المحطمة من أيام المحمود إلى أيام زيدان، ولكن يخشى القول أن الموضوع مرتبط بالقضاء. الحقيقة السيد السوداني ليس له علاقة بمكافحة الفساد والجريمة المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية، هذه قضية مرتبطة بالقضاء، والقضاء أظهر استهتاره التام بكل القوانين والأصول. حتى أمس القاضي المسؤول عن التحقيق ضياء جعفر قال بالحرف الواحد أنهم أوجدوا إجراءات جديدة تخرج عن الكلاسيكية، وهذا استهتار فاضح. المعروف أن القضاء في العراق وكل العالم يتبع قواعد منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثل سكة القطار لا يمكن الخروج عنها، الخروج عنها ولو بحرف واحد يؤدي إلى إبطال كل التحقيقات. أما يطلع قاضي التحقيق الأول ويقدم هذا التصريح، وهذا هو الاستهتار القضائي في موضوع مكافحة الفساد. نعم، هناك سؤال يعني يطرح نفسه، لماذا انتظر السوداني كل هذا الوقت للبدء في مكافحة الفساد عبر هذه الاتفاقية، في حين يعني تؤكد لجنة النزاهة النيابية أن آلافا من ملفات الفساد مركونة على رفوف المحاكم منذ سنوات دون البت بها؟ نعم، وستتراكم أكثر. السوداني لا يستطيع أن يحرك أي ملف متعلق بفساد الوظيفة العامة والمال العام، وخاصة للكبار، لأنهم مرتبطين بعصابات ومافيات يسموها أحزاب، وهذه لا يمكن المساس بها. الأمر الآخر أن القضاء أصبح جزء من هذه المافيات، إن لم يكن هو الذي شجعها على أن تستهتر بالمال العام والوظيفة العمومية. ماذا عن استقلالية القضاء في العراق؟ يعني ما الذي يؤخر البدء بقضايا الفساد برأيك؟ نعم، القضاء مستقل يحرف ويزور ويزيف بدون حساب أو عقاب. نعم، هذا هو استقلال القضاء. أما استقلال القضاء لتطبيق الدستور والقانون فهذه نكتة، يعني لا تنطلي على البسيط، فكيف على المتخصصين اليوم الذين أعلنوا أنه هم لبسوا العار؟ وأعتقد الآن كل قاضي وكل قانوني وكل متخصص يشعر بالعار، وهذا الغسيل القضائي اللي ظهر الآن يعني مخجل وغير قابل للنشر، لأنه أنا أتخيل أنه سيؤثر على أجيال من الدارسين للقانون والقضاء. إذا هذا القضاء بهذه العلنية يستهتر، فكيف لماذا وجدت مدارس القانون والقضاء؟ يعني الوضع بالعراق الآن، أنا أطالب العراقيين أن يحموا مالهم العام والخاص وحياتهم وكراماتهم بأنفسهم، حتى لو رفعوا السلاح لا توجد سلطات، السلطات موجودة للانتهاكات والتجاوز على المال العام والوظيفة العمومية. لا دستور يعمل يطبق، ولا قانون يطبق، ولا قضاء قابل أن يطبق الدستور والقوانين، واستهتر ومستفيد منافع وحتى طيب. هذا موضوع غسيل الأموال كلها تجري بمشاركة قضاة وقيادات قضائية، وأعلنت أسماء سواء على مستوى الاتحادي أو على مستوى المحلي في المحافظة. طيب أستاذ كامل، ماذا عن الإفراج عن المتهمين بالفساد وتهريب الأموال، لا سيما نور زهير المتهم بقضية سرقة القرن بالعراق؟ يعني أين الحق العام أساسا؟ هو هذا السؤال. أمس القاضي ضياء جعفر
يقول احنا اطلقنا سراحه ورفعنا الحجز على اموال المنقوله وغير المنقوله، وهذا هو الاستتار. المفروض من القضاء ما دام اقر المتهم بالجريمه يفترض ان يحال المحكمه المختصه وتحكم عليه وتصادر كل اموال المنقوله وغير المنقوله بما فيها المسجله باسم زوجته واولاده اذا ثبت انه سجلت بطريقه التلاعب. وهذه القضيه يعني معروفه بديهيه. والامر الاخر انه رئيس مجلس القضاء نفسه يقول بالدعاوى الجزائيه تقبل الصلح، وهذا كفر. يعني لا يوجد قانوني بالعراق وخارج العراق يقول بالدعاوى الجزائيه اكو صلح، اكو شيء اسمه تنازل في الدعاوى التي تحرك بها الشكاوى من قبل المتضرر، وهي لا تعدو عن اصابع اليد الواحده، لا يوجد صلح الا في الدعاوى المدنيه يا اخوان. وهذا يعني فضيحه من رئيس مجلس القضاء، واعتقد انه اتهام السوداني وغيره بهذا الكلام انه هو مسؤول عن مكافحه الفساد بعيد عن الحقيقه، ولن يحصل. واليوم الفساد بهذا المستوى ربما يكون مقبول، بعد رمضان حيكون اسوء، وبعد عيد الاضحى يصير اكثر سوءا، والسنه القادمه يصير اكثر يعني مقبوليه في زياده. نعم، ما دام لم يحاسب القضاء على فساده، ما دام القضاء مستقل طيب بفساده وانحرافه عن الدستور والقانون. استاذ كامل، يعني بالعوده للاتفاقيه الفرنسيه، الى اي مدى لربما تعد هذه الاتفاقيه دعما للاحزاب والحكومه التي تنتهج هذا النهج من الافلات من العقاب، ولربما يعني حتى هذه الحكومه متهمه بالفساد اصلا؟ نعم، هو السوداني سليل العصابات والمافيات الفساد، ويعرف كل تفاصيلها ومشترك ومتورط. وحتى امس يعني لاحظته، لانه وزير الداخليه الرجل كان عنده موقف، عثمان الغانمي حركوا عليه قضيه، بحثوا عن اوراق تتعلق بقطعه ارض واعتبروه انه الاوراق هذه مزيفه او ملعوب بها، وتم استخدامه حتى يسكت على قضيه نور المظفر. الكل متورط بهذه سمفونية الفساد، وهذا التصدير للخارج غير مقبول ومضحك. كل دول العالم تضحك على كل دعوة لتسليم المتهمين أو أموال المتهمين، لأن المشكلة داخلية والفساد عالجة. صدر قرار على أي متهم في العراق حتى تقنع الأردن والكويت والإمارات وفرنسا ومدرياهو، ما في قرارات. يعني شلون تسلمك مجرمين وانت مواطن وبالتوقيف وتحت رعايتك وتطلق سراحه؟ نعم، يعني هذه اذا كنت ضيفنا من واشنطن عبر سكايب، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الاستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.